السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني وخواتي. الواحد ما يقول في هذه اللحظات الطيبة إلا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله يرزق كل مسلم فيكم يشوفنا الآن بيت في الدنيا وبيت في الآخر، بسم الله. يا الله يا كريم اطرح البركة يا كريم، يا الله يا كريم يا رب. اليوم بعرفكم على المرافق الخارجية والجزء الخارجي للمنزل. عزين النونو، خلونا بنروح للجلسة الثانية، بسم الله. طيب الآن بوريكم شيء من ضمن الملحقات الخارجية، غرفة السينما. بسم الله بسم الله. جوي وجوائي، هذه وقت المباريات والدوري السعودي والتحديات. يا رب بارك يا كريم. طبعا هنا ركن يخدم الجلسة حقت السينما، تحضير القهوة السريعة والقهوة المختصة. يا رب بارك يا كريم. خلونا نروح نشوف مكان ثاني.
طبعا الجلسة الخارجية الرئيسية على يسارك، تمشي سيدة قدامك هالممر زي ما تشوفون، هناك دورات المياه عزكم الله اللي تخدم الجلسات الخارجية.